أيضا سينضم إلينا للحديث أكثر حول هذا الموضوع من جنوب لبنان مصطفى عبد الفتاح مراسل القاهرة الإخبارية. أعود إليك من جديد مصطفى، ما هي آخر التحديثات حتى الآن؟ نعم، يعني من جديد يعود الهدوء هنا في الجنوب اللبناني، وربما هو الهدوء الحذر في ظل تصاعد وتيرة التصريحات الصادرة سواء كانت من حزب الله، والذي كان قد أعلن في بيان رسمي له عن أن هذه الاستهدافات والرشقات الصاروخية والمسيرات التي أطلقها من الأراضي اللبنانية هي في إطار المرحلة الأولى من مرحلة الرد على مقتل القائد العسكري للحزب فؤاد شكر في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت منذ حوالي 3 أسابيع، وما تبع ذلك من تصريحات عديدة لمسؤولين من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلية بضرورة أن ينتبه المدنيون داخل الأراضي أو داخل المستوطنات الإسرائيلية للتعليمات الأمنية، وأن عدد الهجمات التي نفذت من الداخل اللبناني ومن القريات من القرى القريبة من الحدود اللبنانية تجاوز 11 عملية حتى الآن، وهجمة نفذها حزب الله على أماكن متفرقة، وقيل أيضا أن هذه من ضمن هذه الأماكن قاعدة ميرون، هذه القاعدة العسكرية الهامة، والتي قال أيضا حزب الله بأنه استهدف عدد من المواقع العسكرية وصلت إلى حوالي 11 موقعا عسكريا، وكان هذا الاستهداف بصورة تنم عن أن هناك استهداف لهدف عسكري حيوي سيعلن عنه حزب الله خلال الساعات القليلة القادمة. وهذه الهجمات التي نفذت هي قد انتهت وفقا لما أعلنه حزب الله في بيان صادر له. نتحدث عن الأجواء بشكل عام، ويعني بعد قرب المسيرات التي كنا قد تحدثنا عنها، وهذه المسيرات التي كانت ترتفع على ارتفاعات قريبة عقب هذه المسيرات، كان هناك إطلاق لقذائف المدفعية التي انطلقت في أنحاء عدة في الجنوب اللبناني من القطاعات الثلاث، القطاع الشرقي والغربي والأوسط، وكان هناك أيضا تصاعد لعدد كبير من ألسنة الدخان في السماء، وذلك هو ما يدلل على الاستهدافات التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلية، والتي قالت أنها هي ضربات استباقية تنم عن معلومات استخباراتية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بأن هناك تحرقات من قبل حزب الله للهجوم على أماكن ومنشآت حيوية وعسكرية تابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كان هذا الهجوم الذي نفذ من خلال حوالي 40 هجمة قامت بهم قوات الاحتلال الإسرائيلي على عدد كبير من البلدات والقرى في الجنوب اللبناني، كان هذا هو الذريعة التي اتخذتها سلطات الاحتلال وأعلنت عنها بأنها هي من قامت بهجمات استباقية. ولكن بيان حزب الله يؤشر إلى عكس ذلك، ويقول بأن هذه الهجمات كانت في أعقاب ما قام به الحزب من هجمات على مواقع عسكرية ومنشآت حيوية، وأيضا قيل بأن هناك هدف عسكري حيوي سيتم الإعلان عنه بالفعل تم استهدافه من قبل حزب الله. لذلك فكل هذه التصريحات الصادرة من الجبهتين يؤشر على أن الساعات القليلة القادمة ربما ستشهد تصعيدا كبيرا، خاصة وأن هذا يعد هو التصعيد الأكبر خلال الأشهر الماضية، ربما لم نلحظ هذه الهجمات بالكثافة من الجانب الإسرائيلي. وأيضا بالنسبة لحزب الله عندما يعلن ويقول ويصرح بأن هذه هي المرحلة الأولى من مرحلة الرد على مقتل قائده العسكري فؤاد شكر الذي تم مقتله في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت، فبكل تأكيد فإن المرحلة الأولى قد انتهت وفقا لبيان الحزب، سيكون هناك مراحل عدة وهو ما سيكون له أثر من هجمات عديدة على الداخل اللبناني وتحديدا الجنوب اللبناني، وربما الأمر سيصل إلى أنحاء متفرقة داخل الأراضي اللبنانية، وهذا هو ما يخشاه لبنان، وتحدث عنه عدد كبير من المسؤولين داخل الدولة اللبنانية بأنهم يخشوا أن تكون الحرب في كافة الأراضي اللبنانية وفي العمق اللبناني وتحديدا في العاصمة اللبنانية بيروت. وكانت هناك تصريحات مرارا وتكرارا من كل المسؤولين داخل الدولة اللبنانية، لذلك فالأجواء الآن تنذر باحتمالية تصعيد أكبر سواء كان ذلك في الأراضي اللبنانية أو في الداخل الإسرائيلي وفي العمق اللبناني أيضا. لذلك فالساعات القليلة القادمة ستعطي مؤشرات كبيرة على إذا ما كان هذا التصعيد سيستمر ل أيام عديدة أو سيكون من خلال ضربات وهجمات، وكل طرف يعلن بعد استهدافه لهذه المواقع
بأنه أنهى هذه الهجمات، ويقوم الطرف الآخر بالرد على هذه الهجمات من خلال تنفيذ ردود على هذه الهجمات، ويعلن هو الآخر انتهاء هذه الهجمات. كل هذا سيتضح خلال الساعات القليلة القادمة. إذن مصطفى، التصعيد مستمر وربما يزداد خلال الساعات القادمة، ربما يستمر لأيام. وهنا أتحدث معك حول طبيعة الأهداف وبنك الأهداف الإسرائيلي بالجنوب اللبناني. ما هي الأهداف التي من المرجح أن إسرائيل إن أقدمت على إعادة ضرب هذه المناطق، على توجيه قصف إلى الجنوب اللبناني، ما هي طبيعة هذه المنطقة وطبيعة بنك الأهداف الإسرائيلي؟ يعني نتحدث أولا عن طبيعة هذه المنطقة والتي تنتشر بها أعداد كبيرة تابعة لحزب الله وتمركزات تابعة هي الأخرى لحزب الله. ووفقا لما تعلنه وسائل الإعلام التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي من أن قوات الاحتلال دائما تهاجم الجنوب اللبناني والبقاع الشرقية وعدد من المناطق التي تتمركز بها قوات تابعة لحزب الله ومخازن للأسلحة أيضا، هذه الاستهدافات التي تعلم من الجانب الإسرائيلي. ولكن وفقا لما هو شاهدناه خلال الساعات الماضية من هجمات عديدة والغارات التي نفذتها قوات الاحتلال، كانت هي هجمات يعني ربما وصلت إلى أكثر من 40 هجمة، هو عدد كبير بالفعل قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلية. لا ينم عن أن كل هذه الأهداف هي يعني أهداف تابعة لحزب الله، ولكن هناك يعني أيضا وسائل إعلام لبنانية وإن كانت بعضها يتبع لحزب الله يقول بأن يعني هذه الاستهدافات لم تكن على مواقع وأهداف تابعة لحزب الله أو أشخاص تابعين لحزب الله فقط، ولكنها طالت بعض القرى والمدنيين وايضا يعني البنايات السكنيه المتواجده في القرى المتخمه للحدود ما بين اسرائيل وحزب الله او الاراضي اللبنانيه. هذا هو الامر فيما يخص يعني الاستهدافات وطبيعه الاستهدافات الموجوده، وهذه الامور ستتضح ايضا خلال ما سيعلن من خلال الدوله اللبنانيه، ان كانت وزاره الصحه اللبنانيه ستعلن عن اعداد الاصابات التي توجهت الى المستشفيات اللبنانيه من الجنوب اللبناني، وأيضا الأضرار التي لحقت بعدد كبير من المباني. وهذا هو ما سينقلنا إلى النقطة الثانية، وهي جغرافية المكان. هذا المكان والمعروف عنه بأنه معظمه أراضي زراعية وبه عدد كبير من القرى والضيعات اللبنانية. هذه هي الأماكن التي يعني أصبحت شبه خاوية من عدد كبير من السكان الذين فروا من ويلات الحرب في الجنوب اللبناني وفروا إلى أماكن أخرى قريبة أو إلى العمق اللبناني أو إلى العاصمة اللبنانية بيروت، وهو ما استدعى أن تكون هناك مؤشرات إحصاءات رسمية تقول بأن عدد الفارين من الجنوب اللبناني والقرى اللبنانية وصل أو تجاوز 100,000، وهذا هو الرقم الرسمي المعلن عنه. ولكن أيضا هناك يعني وسائل إعلام لبنانية تقول بأن الأرقام أكثر من ذلك بكثير. الأرقام الرسمية تتحدث عن أكثر من 100,000 نازح فروا من الجنوب اللبناني، ولكن يعني هناك أيضا بعض الأقاويل بأن الرقم أكثر من ذلك لما هو لم يتم رصده من فارين من الجنوب اللبناني توجهوا إلى أماكن أخرى. وفي هذه النقطة تحديدا يعني اعتمدت هذه الإحصاءات والمؤشرات على نسبة النازحين من الجنوب اللبناني الذين اتجهوا إلى قرى وأماكن قريبة من الجنوب اللبناني، والذين تم تجهيز بعض الأماكن الإيوائية لهم، وهذا هو التقدير المعلن. ولكن هناك من خرج بطريقته الخاصة ولم يستطيع أو لم تستطيع هذه الإحصائيات رصده نظرا لهذه الأعداد الكبيرة. هذا المكان وجغرافية هذا المكان هي جغرافية تتحدث عن قطاعات ثلاث للحدود ما بين لبنان والأراضي المحتلة، مع انتشار القواعد العسكرية والاستخباراتية الموجودة على الأماكن القريبة من الحدود اللبنانية، وهي الأماكن الاستخباراتية والعسكرية التابعة لسلطات الاحتلال وقوات الاحتلال الإسرائيلي، جعلت كل هذه الأمور في منحى يأخذ بعض التصعيد خلال الأعوام الماضية وتوقف كثيرا، وكانت هناك بعض يعني السنوات من الهدوء. ولكن مع بداية الأحداث في أكتوبر الماضي كان هناك تصعيدا كبيرا أعلن عنه حزب الله بأنه سيقف مع الجبهة داخل الأراضي الفلسطينية وتحديدا داخل قطاع غزة حتى تنتهي هذه يعني المذابح كما تم وصفها في عديد من وسائل الإعلام، والكل يرى وعلى مرأى ومسمع من هذه الجرائم التي ترتكب في قطاع غزة. قال أنه سيقف مع هذه المجازر المرتكبة في قطاع غزة ببعض العمليات المساندة والإسناد التي يقوم بها الحزب في اتجاه المواقع العسكرية والاستخباراتية وأيضا المستوطنات التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهي المستوطنات والمواقع القريبة من
الحدود، وإن كانت هناك بعض المواقع التي يتم استهدافها في العمق داخل إسرائيل، وحتى الآن يعني ربما نتحدث عن حوالي 10 كيلومترات هي أقصى المدى الذي تم استهدافه من قبل حزب الله، وهو أيضا ما يؤشر ويعطي على أن هناك تطور نوعي في استخدام الأسلحة والقذائف والصواريخ التي أطلقت من قبل حزب الله في اتجاه المستوطنات والأماكن العسكرية التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي. وعند الحديث عند هذا الأمر نقول أيضا بأن حزب الله أعلن عن أنه قام بإطلاق أكثر من 300 قذيفة وصاروخ بنوع كاتيوشا في اتجاه المواقع العسكرية والحيوية الهامة التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار ما سمي بالرد الأول والمرحلة الأولى من الرد على مقتل القائد العسكري للحزب فؤاد شكر الذي كان قد تم يعني استهدافه في الضاحية الجنوبية من العاصمة اللبنانية بيروت. هذا هو الوضع بالنسبة لجغرافية المكان والأماكن المستهدفة في الجنوب اللبناني. نعم مصطفى، رجاء أن تبقى معنا، سنعيد التواصل معك مرة أخرى.